والله مش عارف لسه، رايح اشوف عامل ايه. مش تعمل لها مش محدد حاجه معينه؟ مش عارف لسه. اكيد الورد اساسي. اكيد ورد طبعا، امال ايه. طب ايه المفاجاه اللي هتعملها لها بقى؟ سيبك من هديه خلاص، المفاجاه اكفايه ان انا جيت طبعا، ظروف البلد دي ما تسمحش بحاجه. لا طبعا احنا كمسلمين عندنا عيدين بس، العيد الكبير والعيد الصغير اللي هو العيد الاضحى والعيد الفطر. هو العيد الفلنطيني، الفلنطين مثلا ده يعني مش هتحصل مع حد ولا هتجيب هديه ولا هتجيب. لا اعوذ بالله، ده حرام. احنا العيدين اللي كتبوا عندنا في القران العيد الكبير والعيد الصغير. مش هعمل حاجه، شايف ان هو ماليش داعي الصراحه يعني والله. طب ماشي، مش هتجيب هديه؟ لا انا جبت كتير وهجيب ان شاء الله. بس هتجيب ايه بقى؟ مش عارف. لا اصل مش عارف يعني، في حاجات كتيره بقت تقليديه فممكن انسيال. انسيال فضه طبعا. لا ما اجيب فلس يعني. طب ايه احسن هديه جات لك بقى في الفلنطينيات اللي فيك؟ ده التيشيرت ده؟ والله. هو مبدئيا بس على فكره انا لسه عارف ان النهارده الفلنطين منكم. ده مبدئيا. بس في العموم يعني ما بجيبش حاجه يعني، كفايه بتصل بيها يعني خلاص. يعني مش هتجيبش هدايا خالص؟ لا يعني كبرنا على الكلام دوت، ليه هدايا وليه الكلام دوت؟ طب ما احنا كبار. طب يعني خلاص، ما كفايه ان احنا نتكلم بعض ونتصل ببعض. خلاص كل سنه وانت طيب وانا طيب، خلاص مع السلامه. طول السنه بتجيب هدايا. اولا عيد الحب، الحب موجود في كل يوم وموجود من بدايه الخليقه. ولن تؤمنوا حتى تحبوا، والله لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. وبعدين لا يكتمل ايمانكم الا ان يكون في قلبه حب الله ورسوله اقوى مما سواه.